الشيخ الغالي محمود السيد الرفاعي هو من أعلام القرآن عندنا في الكويت وأحد المتميزين في حفظ القرآن وإتقان القرآن. لديه الكثير من الأسانيد القرآنية وعنده ختمة جميلة نسمعها دائما في إذاعات القرآن الكريم. أنا عندي طريقة في الحب اسمها طريقة التيسير في حفظ كلام القدير. نعم. يعني اللي مثلا اللي يلتزم فيها يوميا قد يكون خلال 3 سنوات يختم باذن الله، لكن بعد لما يختم خلاص بعدها يكون هو خلاص حافظ يعني تعود على يحفظ يعني خلاص يعني يكون حافظ يكون تعود. طبعا الحفظ في 3 مراحل، نعم، حفظ ثم التثبيت او التخمير ثم المراجعه. نعم. احنا اغلب اللي يحفظون يفوتون مرحله الوسطيه هذه اللي هي التثبيت والتخمير. نعم. يفوتونها بس بيحفظ يمشي وكذا يخلص السوره يرجع من اول. ايه شوف نفسه محافظ محافظ. فهذا الاخ قلت له شوف انت راح تمشي بطريقه، نعم، مقدار ما يحفظ، نعم، اسبوعيا، نعم، يثبت يوميا. نعم. انت خلال اسبوع حفظت ربعين راح تعرف ان انت عندك مقدار في التثبيت والتخمير، نعم، يلزمك يوميا وهو ربعين. نعم. وهذا مقدار ثابت. السر في الخلطه هذه ايه؟ ان انت مثلا طول الختمه تحفظ مثلا كل اسبوع ربعين وراح تراجع كل يوم ربعين، مقدار ما يحفظ اسبوعيا يثبت يوميا. الله اكبر. هذا على طول الختمه وميزتها في ثبات مقاديرها. هذا لازم يسمعون اخوان المشاهدين. إيه الان بقى. الشيخ قاعد يعطيكم خلطه ويعطيكم طريقه ميسره جدا لمن يريد ان يحفظ القران. انا والله انا اسمعك شيخ، انا اول مره اسمعها. هو طبعا الان السؤال اللي جاي يقول شيخ احنا الان خلصنا البقره وبعدين ما راح نلحق. إيه. لما تخلص سورة البقرة دش في آل عمران يدش معاك قطار ثالث، هني تبدأ معاك مراجعة. المراجعة بواقع حزب يومي مع الحفظ والتثبيت تبدأ معاك الآن مراجعة. نعم. مراجعة في اللي ثبته وتعبت فيه. أي. اللي هو سورة البقرة. الله. فتأخذ منها حزب كل يوم. دخلنا في سورة النساء، هني تمشي على نفس المقدار الحفظ والتثبيت. نعم. نفسه الأسبوع المقدار ما يحفظ أسبوعيا يثبت يوميا. نعم. المراجعة تزيد من حزب إلى جزء. الله. ويصير سهل بس خلاص انت خلاص الحين يصير عندك خلاص. اي الشيخ مسالم فلسفه حفظ القران مثل فلسفه حفظ سوره الكهف. الله اكبر. انا اسال كل المشاهدين الان يسمعوني، هل كنتم تقرؤون سوره الكهف قبل 10 سنوات 20 سنه بنفس الزمن والمقدار اللي الان تقرؤونه؟ أبدا. اللي كان يقراها قبل 3 ساعة احنا نقراها ب 10 دقائق. نعم خلص. طيب هل سوره الكهف نعوذ بالله يعني نقصت عشان أبداً. الوقت يقل؟ ابدا. هي نعم. الاحكام والحفظ كله كذا. نعم. شو اللي صار احنا تعودنا نقراها كل جمعه. نعم. بالتالي صار الحفظ اقوى، بالتالي صار احكام التجويد ما تفكر فيها تقولها على طول. نعم. صار الوقت اللي انت كنت تاخذه قبل صار الان نصف الوقت او ثلث الوقت او كذا. نفس الشيء انت من البقره من تحفظها اول شيء لما تروح في وردك امراه من النساء راح تروح تلاحظ ان الحزب اللي كان ياخذ معك 3 ساعة صار ياخذ معك ربع ساعه بدل 10 دقائق وتمشي الامور. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شيخنا أنت ذكرت أحاديث حثت على حفظ القرآن، وهناك أحاديث كثيرة حتى يسمعها الشباب ويسمعها ولي الأمور ويعني يستشعرون مكانة حفظ القرآن عند الله سبحانه وتعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا احنا ذكرنا أحاديث فضائل قراءة القرآن الكريم عامة. نعم. فضائل حفظ القرآن خاص في حديث خاصة. نعم. منها الماهر بالقرآن، منها إن الله يعلينا من الناس، ومنها يقال لصاحب القرآن. نعم. اقرأ وارتقي وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى تقرأها؟ نعم. تحفظها. الله. معنى تقرأها تحفظها هذا في تفسير الحديث. أي نعم. بمعنى تحفظها. نعم.
وذاك يقول شراح الحديث: ولا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن حفظه وتلاوته. الله. وبعدين يقال صاحب القرآن شراح الحديث متى وأين؟ يقال يوم القيامة المكان عند دخول الجنة. يعني كأن أنت لما طول عمرك كنت مع القرآن، الآن صاحبك القرآن، أو ما تدخل الجنة يا يبشرك، يلا أصعد وارتقي، يعني الآن يعني تأتي البشارة، تأتي البشارة. يقال صاحب القرآن عند دخول الجنة تأتي البشارة، أنت صاحب القرآن يلا أصعد. مقولة رائعة لما حسن البصري رحمه الله، قيل له هذا الفتى حق يقول ليش إحنا في القرآن، ليش إحنا في القرآن، قيل له هذا الفتى يحفظ القرآن، قيل له هذا الفتى يحفظ القرآن. فعكس لهم الكلام فجاء الجواب. إيش قال؟ قال بل القرآن يحفظه. الله أكبر. يعني يا جماعة ترى إحنا نحفظ القرآن، ترى القرآن كلام الله ما راح يضيع. إنا نحن نزل الذكرى وإنا إحنا في المقياس المادي واحد يحفظ فلوسه والذهب كذا يخاف من السرقة من التلف إلى آخره، لكن حفظ القرآن، القرآن محفوظ. إحنا نحفظ القرآن ليش؟ عشان نحفظ أنفسنا. فالقرآن يحفظ صاحبه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويسلم من كل سوء مكروه بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا منهم يا شيخ. آمين يا رب. الله يجعلنا منهم. الله قبل يعني اختصرت كل ما نريد أن نقوله في البرنامج شيخ. والله. الله يبارك فيك. والسلام عليكم. والقبول يا رب.